هنروح لزميلنا محمد توفيق ومعاه لقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، ومن بعده نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. مساء الخير، تحياتي ليك كابتن ايمن مره ثانيه بعد انتهاء مباراه الاهلي والنصر في دور 32 من كاس مصر وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. يسعدنا يكون معانا كابتن سامي قمصان مدرب عام فريق النادي الاهلي. يعني كابتن سامي الف مبروك الفوز، يمكن مباراه الكاس دايما بيبقى فيها مفاجات ومباراه صعبه، لكن الحمد لله خرجنا بالهدف المأمول وهو التاهل الحمد لله. طبعا تحياتي كابتن ايمن، وكل سنه وهو طيب ورمضان كريم علينا وعلى جميع المسلمين. زي ما انت قلت مباراه طبعا كاس دايما كده بتلاقي فيها صعوبه وكده، لكن الحمد لله اللي انت برضو بتقدر تتغلب، فاعتقد الحمد لله نتيجه الحمد لله مهمه بالنسبه لنا، وعدينا الحمد لله دور مهم بالنسبه لنا الحمد لله. كابتن برضو اكيد في يعني اثناء التفكير في المباراه اكيد برضو في تفكير في مباراه الزمالك، ده ممكن يكون واخد من تركيز اللعيبه شويه، خاصه انكم اديتوا اكتر من لاعب النهارده فرصه في المشاركه. لا بالعكس، اللعيبه اللي النهارده معظم اللعيبه اللي النهارده ما كانتش بتشارك بقى لها فتره كبيره، قدت مباراه مميزه برضو، نفس علي علي لطفي، سعد بقى له فتره كبيره، ناصر بقى له فتره كبيره، النهارده كوكا برضو اول مره بيشارك، فتغييرات كتيره برضو في الفرقه. اعتقد يعني بتاخد وقت شويه لما بيبقى في حاله انسجام يعني، لكن الحمد لله ادوا اداء مرضي بالنسبه لهم، لكن التفكير كان مهم جدا النهارده ان احنا نعدي دور، وده الاهم بالنسبه لنا الحمد لله اللي احنا عديناه. عندنا مباراه بقى مهمه ومباراه صعبه ومباراه قمه كالعاده يعني، ان شاء الله نركز فيها كويس وان شاء الله ربنا يكتب لنا فيها التوفيق ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت في اكتر من لاعب النهارده بيشاركوا لاول مره منذ فتره طويله، اعتقد كان في اكتر من لاعب النهارده ادى اداء اكثر من رائع. يعني اهم التعليمات اللي قلتها في اوضه اللبس قبل بدايه المباراه للاعبين اللي بقى لهم فتره ما شاركوش او اللاعبين اللي بيشاركوا لاول مره؟ عادي، تعليمات عاديه، ولاعيبه كبيره ولاعيبه مميزه ولاعيبه عندها خبرات، يعني سعد سمير، علي لطفي، ناصر ماهر، النهارده ناس كتيره كانت بعيده عن المباريات. يعني مهم جدا ان انت بتجهزهم كويس، مهم ان انت بتكلمهم ان هم يحاول يبدا المباراه بالسهل ويبدا يخش المباراه واحده واحده، يقدر يلعب طبعا المباراه بالكامل عشان برضو تبقى من الناحيه البدنيه كويسه بالنسبه له. واحد زي كوكا النهارده بيشارك برضو في مكان بقى له فتره جدا كبيره جدا يعني ما بيشاركش فيها، لكن النهارده اعتقد ادى اداء مميز بالنسبه لاول تجربه ليه يعني. ومهم جدا ان انت برضو تجهز لعيبه صغيره وتديهم فرص وتديهم دوافع اللي هم يقدروا يلعبوا ويقدروا يكملوا مع اللعيبه الكبار الموجوده. فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره من المباراه يعني، لكن طبعا أسوأ حاجه حصلت لنا النهارده طبعا اصابه اكرم توفيق، يعني اتمنى ان شاء الله تكون بسيطه، ان شاء الله يرجع لينا يبقى قوه بالنسبه لنا. اننا عندنا برضو حمدي فتحي وسلسله الاصابات اللي هي الفتره الاخيره ديت مأثره علينا طبعا ومأثره على شكل الفرقه يعني، لكن ان شاء الله نتمنى ان شاء الله اللي احنا ان شاء الله اللعيبه تتعافى وترجع ان شاء الله اسرع ان شاء الله. كابتن سامي، رؤيتك للفتره المقبله خاصه في توالي المباريات، كل 72 ساعه تقريبا مباراه مع الصيام كمان والضغط ده، شايف الفتره الجايه ازاي ان شاء الله؟ يعني صعوبه طبعا كبيره جدا، يعني انت بتلعب حوالي يعني احنا لعبنا النهارده وهنلعب الزمالك 18 وهنلعب 21 وهنلعب 23 وهنلعب 27 ونلعب 3، فاعتقد يعني مباراه كبيره جدا وكثافه مباراه كبيره جدا. اتمنى ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله يعني تكون مركزه اكتر وتكون عندها تصميم اللي هي تعدي الفتره ديت، لانها فتره مهمه جدا وشهر مهم جدا بالنسبه لنا. عندنا بطولات، عندنا ماتشات مهمه جدا يعني، بدايتها ان شاء الله من ماتش الزمالك، فان شاء الله نركز اكتر وان شاء الله يكون عندنا دوافع اكبر وان شاء الله نحقق ان شاء الله فيها نتائج مرضيه لينا ولجمهورنا ان شاء الله.